دلوقتي الماده بتاعتنا اللي هي التحكم بالحاسب. طبعا انتوا عارفين ان هي فيها محاضرات وفيها اللي هو السكشن او توتوريال اللي بيبقى اسبوع او اسبوع لا يعني. فهو هيبقى مش سكشن بالمعنى المعروف انه تشرح لكم فيه حاجات على السبوره والكلام ده. هو هيبقى اكتر منه ان احنا بنعمل لكم زي تقييمات. التقييمات دي هتبقى جزء من اعمال السنه. فما اعرفش اذا كان الدكاتره اتكلموا معاكم فيها. دكتور صقر لغايه دلوقتي دكتور صقر بس اللي دخل لكم ولا دكتور حسن؟ تمام. الماده فيها اعمال سنه. اعمال السنه دي اذا ما كانش حد يعني قال لكم على ترتيبها هيبقى في جزء منها على الميد ترم، جزء على الكويزز او التمارين الصغيره اللي هنعملها في السكشن، هيبقى في تقارير. قال دكتور صقر طلب منكم تقرير اثنين، ودكتور بهجت برضه هيطلب منكم تقرير، وهيبقى في زي برزنتيشن دكتور بهجت هيطلبها في الاخر. المهم في حاجات كتيره قوي ما تبصلهاش انها حاجات كتيره قوي مطلوبه، بصوا لها انها فرص اكتر ان انتوا تجمعوا درجات يعني. وتقسيمتها برضه يعني مش عايزين نقولها لكم قوي، لان في الاخر هو دكتور بهجت بيمسك الحاجات دي كلها وبيطلع درجه منها، وفي الاخر برضه الدنيا كلها بتبقى بنراعي فيها ان انتوا تاخدوا يعني تحصلوا اكبر عدد من الدرجات بالنسبه لجزء اعمال السنه. الجزء اللي المفروض هنتكلم فيه النهارده او التمرين اللي على النهارده هيبقى على جزء البي ال سي. وانا كنت بلغت مين المندوب؟ باشمهندس جبري؟ كنت بعت له قلت له ان احنا هيبقى عندنا كويز النهارده، وكل مره هيبقى فيه كده. بس النهارده هيبقى على البي ال سي. وبعت امبارح سامبل كده، هو كان هل مع الناس كلها او وصل للناس كلها؟ هي الفكره كلها ببساطه انه تطبيق، يعني الناس اللي خدت التجربه بتاعت البي ال سي التطبيق اللي في التجربه اصعب من اللي في الكويز، يعني الكويز اخف من الايه؟ اخف من. فخليني الاول امشي معاكم كده الكويز متوقع فيه ايه؟ اللي انا مستنيه منكم، بعد كده اوزع عليكم الكويز وكل واحد ياخد وقته في انه يحل الكويز، واول ما يسلمه يبقى كده بالنسبه له انتهى السكشن. الجزء بتاع البي ال سي طبعا في ناس مشارحها بي ال سي، فالناس دي ممكن يبقى الكلام اللي بيتقال في جزء البي ال سي ده يعتبر بسيط بالنسبه للي هم بقوا عارفينه وهيعرفوه في المشروع. مع دكتور صقر عرفتوا يعني ايه بي ال سي، عرفتوا يعني ايه اهم الكومبوننتس بتاعه جهاز البي ال سي نفسه، اهم العناصر الموجوده في عمل السوفت وير بتاع التحكم بتاع البي ال سي. اي ابلكيشن في الدنيا بما فيهم الابلكيشن بتاع الكويز هحكي لك بروسيس، تمام؟ هوصف لك بروسيس معينه عايزين نتحكم فيها، وهيبقى عليكم سلام، وهيبقى مطلوب منك تجاوب على الاسئله. الاسئله اللي موجوده في الكويز مثلا بتاع النهارده، بعد ما تقرا البروسيس دي هقول لك قول لي مين الانبوتس ومين الاوتبوتس بتوع البروسيس. طبعا المفروض ان احنا دلوقتي كلنا فاهمين يعني ايه كلمه انبوت ويعني ايه كلمه اوت. البي ال سي ده هو عباره عن نعتبره زي مخ، والمخ ده عشان يتحكم في حاجه لازم يبقى عنده سنسورز، حاجه تعرفه ايه اللي بيحصل، واكتويترز يعني حاجه تخليه ينفذ الاوامر بتاعته. فانت المفروض يبقى عندك القدره انك تقدر لما تقرا الديسكريبشن بتاع البروسيس تقدر تعرف ايه هو الانبوت وايه هو الاوتبوت، تمام؟ فده بيبقى اول سؤال بتتساله او اول حاجه بتجاوبه في الكويز. الحاجه الثانيه بقى انك تكتب ايه؟ انك تكتب برنامج يحقق المطلوب، تمام؟ طيب ايه العناصر اللي ممكن نستخدمها؟ هبقى حاططها لك في كل كويز. العناصر دي مثلا في الكويز بتاع النهارده طبعا لازم كلنا نبقى متفقين على الرموز، تمام؟ ده اللي هو ايه؟ نورمال اوبن كونتاكت، نورمال كلوزد كونتاكت، تمام؟ ايه الرمزين التانيين اللي انا حطيتهم دول؟ التايمر والكاونتر. وبرده بيتهيألي مع دكتور صقر درسته ان التايمرز والكاونترز انواع. اهم نوعين في التايمرز هما تي اون وتي اوف. اون ديلي تايمر واوف ديلي تايمر. تمام؟ الاون ديلي ببساطه هو ايه؟ بيأخر الاون. يعني انا دلوقتي في حاجه عايزه تشتغل، فديت امر كونتاكت دوست زرار، هي مش هتقون دلوقتي، هي هتقون بعد فتره، فهو اون ديلي يعني بعمل ديلي للاون. الاوف ديلي العكس، حاجه عايزه تطفي اول ما ادوس،
بس هي مش حاطط في اول ما ادوس، هي حاطط في بعد فتره، فانا باخر الاوف، فاسمها اوف ديلي تايم. بس في الاثنين لازم الحاجه اللي انا الامر اللي بيخلي الدنيا تبدا تعد لازم يفضل مستمر. مثلا في الاون ديلي لازم يفضل مستمر طول ما العداد بيعد. في حاجه اسمها التايمينج دايجرامز، المفروض برضو تكونوا شفتوا الكلام ده مع دكتور صقر، بيشرح لك عمل التايمر ازاي، يعني امتى الاوتبوت يطلع. لو الاشاره اللي بتضغط بيها على التايمر وقعت في النص، التايمر بيبدا يعد تاني من الاول وهكذا. بس المهم ان هما نوعين، اون ديلي تايمر واوف ديلي تايمر، وفي حاجه اسمها بالس تايمر بس دول اشهر تايمر. دايما طبعا انا لما بنتكلم على اون ديلي تايمر بتكلم على الكونسبت. هتلاقي كل شركه ليها شكل الاون ديلي تايمر بتاعها. يعني ايه ليه شكل؟ يعني في حاجات عايزك تملاها ممكن تختلف من شركه لشركه، بس الحاجات الاساسيه التي لا يخلو منها اون ديلي تايمر هي ايه؟ ايه الحاجه اللي ابدا اعد لما تحصل؟ فمثلا ده الست بتاع التايمر، واعد قد ايه؟ فدي بيسموها بريست فاليو، هعد قد ايه؟ ده لازم اي تايمر اعرف مين اللي يخليه يبدا يعد وبيعد قد ايه. والاوتبوت بتاع التايمر في ساعات بيبقى كيو كده، يعني ممكن تربط اوتبوت بيه على طول، او ممكن تستغل خلطك جديد وتسميه مثلا تي 1. يبقى انت عارف ان لما التايمر ده يخلص عد الكونتاكت اسمه تي 1 ده حيف. بص انت دلوقتي لما حطيت الاشاره اللي على الاس دي وفضلت موجوده فالتايمر بدا يعد، الاوتبوت طول الفتره دي بزيرو، اول ما يوصل يخلص العد الاوتبوت يطلع هاي. هيطلع على طول اول ما التايم يخلص. الاوت بتكلم على الاوتبوت بتاع التايمر؟ لا مش هيقف، هو هيبقى هاي، هو زيرو وهيبقى هاي لما العدد يعد، لما العدد يخلص، ويفضل هاي لغايه ما يا اما تريست التايمر يا اما تشيل الاشاره دي. هيفضل هاي يا ريست تشيل الاشاره. وبرده عايز اقول حاجه، اي كومبوننت في اي سوفت وير معاه الهلب بتاعه، يعني انت لازم دايما تبقى التايمنج دايجرام، يعني عايزين البي ال سي ده، البي ال سي وبرمجتها مش حاجه محفوظه، انما الاساسيات واحده. يعني انت اكيد عارف انك عايز تايمر يقون بعد فتره، السيت اب بتاعه بقى والسيتنجز بتاعته الدقيقه لو انت مش عارفها يبقى بص في الهلب بتاع هذا السوفت وير، لان ساعات بقول لك بيبقى الشكل الحاجات المطلوبه بتختلف من سوفت وير لسوفت وير، بس الاساسيات واحده. يعني لازم ايه اللي يخليه يبدا يعد، يعد قد ايه، خدت بالك؟ الكاونتر بقى على المقابل برضو في انواع شهيره في الكاونترز، اشهر اثنين هو ايه؟ كاونت اب كاونت داون، وساعات بيبقى فيه كاونت اب داون على حسب الابلكيشن، تمام؟ فالكاونت اب مثلا اللي جديد على الاشاره دي انا مش عايز اسميها اسم معين، يعني هنقول الكاونت سيجنال مثلا او كاونت دي الحاجه اللي بتتعد، يعني دي كل ما تيجي هاي هيعد يزود واحد. دي الفاليو اللي انت ظابط عليها الكاونتر، يعني مثلا 10 يبقى هو كل ما تيجي اشاره هنا هينكريمنت بواحد لغايه ما يوصل للبريسيت فاليو دي. لما يوصل البريسيت فاليو الاوتبوت بتاع الكاونتر يبقى هاي، او لو في كونتاكت انت تسميه سي 1 هيبقى اون او هيبقى هاي بعد ما دي تيجي 10 مرات. طيب هنا مثلا يبقى ساعات بيبقى في حاجه اسمها كاونتد فاليو، يبقى هنا دايما الرقم اللي عمال يتعد، يعني 1 2 3 ممكن تاخد الفاليو دي في الابلكيشن بتاعك تستخدمها. يعني ممكن واحد العادي الديفولت ايه؟ انا هاخد الاكشن بعد ما الكاونتر يعد ال 10. طب افرض انا في حاجه ثانيه في البروسيس عايزها تبقى عارفه العدد الحالي كام واستفيد بيه في حاجه ثانيه، فدي تاخد الايه؟ لو انت مش عايز خلاص يبقى بتسيب دي ما بتوصلهاش بحاجه، تمام؟ طيب في انواع ثانيه، الناس اللي دخلت التجربه بتاعت البي ال سي سيمنز الدنيا معقده شويه. الكاونتر هناك لما بيخلص عد ما بيعملش اكشن، هو بس بيعد بس. فانت تاخد الكاونتد فاليو دي على حاجه اسمها كومباراتور تقارنه بالقيمه اللي انت عايز ياخد الاكشن لما يوصل لها. فاحنا مش عايزينكم تعرفوا او تحفظوا دي، لا تبقى عارف ان في فانكشن اسمها كاونت اب كاونت داون، وعلى حسب السوفت وير اللي انت بتتعامل معاه تقرا تفهم بتشتغل ازاي وتستخدمه. هو
هو الانبوت هنا بيبقى بيعده بس فاصلا بالسز اه فانت عايز تريسيت الكاونتر بيبقى في حاجه تعمل ريسيت او تريسيت التايمر يعني التايمر برضو ساعات بيبقى عنده ايه تمام بس خد بالك ريسيت التايمر ده موجود عشان ايه عشان افرض انت في حاجه لو جت انا مش عايز العد يكمل يعني عايز اوقف عمليه العد هو بيبقى حاطط لك الكومبوننت يحتمل كل الافكار الممكنه البيزك يوسج بتاعه هو اللي احنا بنقوله اللي هو ايه اشاره تيجي يعد اوتبوت يبقى هاي الاشاره تروح يريسيت ويبدا ايه يبدا يعد من اول يعني ماشي ايه تاني برضو كنت عايز اقوله لكم في الكاونتر في ساعات برضو البلوكس عموما في البي ال سي بيبقى في ساعات كمان حاجه اسمها انيبل دي ايه تعرفين بالظبط زي في الفيجوال بيزك كده ما كنا بنقول انيبلد وديسيبلد يعني يبقى ظاهر قدامك بس مش عارف تتعامل معاه فانت ممكن يبقى الكاونتر او التايمر اللي احنا متخيلين انه بيبدا يعد او يبدا ينكريمنت لما تيجي اشاره معينه ممكن اعمل له ديسيبلنج يعني يبقى ما بيعتبرش حتى لو الاشاره جت ففي اشاره اسمها انيبل لو انت الاشاره دي مش عايز تستخدمها فتبقى موصلها على طول بالايه لو انت عايز تحط كونديشن يخلي التايمر يبقى انيبلد او ديسيبلد يبقى تحط الكونديشن ده هنا تمام يعني تاني دي كلها اوبشنز زياده او اوبشنز بتغطي كل الاحتمالات الممكنه يعني افرض في واحد عايز يقول ايه لما اضغط على الزرار ده ابدا اعد تايمر بس في حاله ان يكون مثلا فوتو سيل ملقطه فيبقى ساعتها مش مجرد ان انا اضغط ابدا اعد لا اضغط ويبقى الفوتو سيل ملقطه لو انت الكونديشن البسيط عندك لما اضغط ابدا اعد يبقى الانيبل دي تبقى موصلها ايه على طول ماشي طيب اي سؤال تاني في الحاجات اللي المفروض انتوا سمعتوها في المحاضره اللي هي الكومبوننتس الرئيسيه الكونتاكتس نورمالي اوبن نورمالي كلوز والايه والتايمر الاشهر يعني تي 1 وايه والكاونتر كاونتر الايه بتاع التايمر البلس تايمر انت بتعد البلسز انت بتتكلم على الاوتبوت ولا بتتكلم على الانبوت لا الاوتبوت انت شوف انت ظبطه على ايه انت ظبط البلس ده على ايه انه يعد قد ايه بيعد عدد البلسات يعني انت بتشوف انت بتدي له بلس بس برضو محتاجين يعني نتاكد منها انت لو انت بتعد البلسات يبقى انت الاوتبوت هيطلع لما عدد البلسات ده يجي محتاج اتاكد منها محتاجين نتاكد منها يعني هو بيعد لما تدي له بلس لما انت بتضغط طيب لا دوسه واحده ولا دوسه لازم تفضل مستمره لخمس ثواني خلاص يبقى هو بيعد على حسب البلصة يعني اديته بلصة يعد اتفضل لا ثواني بصوا يا جماعه باشمهندس بيسال لو انا عندي بوش بوتن في البروسيس الرمز بتاعه رمز مختلف عن دول ده سؤالك صح او رمز مختلف لا 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 هو الكونتاكت ده بيستخدم لكل انواع الفيزيكال باتلز لو هو توجل اللي هو بتدوس عليه يفضل في مكانه يبقى لما تدوس عليه الكونتاكت هيفضل مقفول السوفت وير لو هو بوش بوتن هتدوس عليه فده هيقفل لحظيا لما تشيل ايدك بس في الاخر جوه السوفت وير اي نوع زرار بره بوتون يعني هيتمثل هيعبر عنه بالشكل ده انت بقى بمعرفتك ان ده مرتبط بحاجه مش بوتون يبقى انت محتاج تلاتش مثلا عشان ايه ما تضيعش الحاجه او لو انت عارف ان هو توجل يبقى مش محتاج تعمل لاتش بس بعرفه بره يعني مثلا هتيجي مثلا
لا مش لازم تقول نوعه ايه بره. بصوا يا جماعه طب هحكي لك القصه بسرعه. انت عندك في البروسيس بره مش بطل ووصله بالنقطه واحد في البي ال سي تمام. يبقى انت هتيجي تعمل ايه؟ في حاجه اسمها سيمبل تيبل. هتيجي تقول النقطه 0 دوت 0 دي اللي واصل بيها الستارت. هسمي النقطه دي مثلا ستارت 1 ده بديها اسم. واجي جوه البروجرام بس كده. مفيش بقى حاجه اسمها اقول له اصل ده بره بشبطه. لا مالكش علاقه، بس ليك علاقه انك عارف ان الهاردوير مش بطل. فلما تيجي تبرمج محتاج لاتش. هو مين اللي موصل الهاردوير؟ اصل ما حدش بيبرمج بمعزل عن الهاردوير، فانت عارف انت عامل ايه. انت بتتكلم طيب خلاص فهمت السؤال. الديفولت unless otherwise ان انا قلت لك حاجه تانية ان الستارت بوش بوتون اللي لونه اخضر ده نورمالي اوبن، والستوب بوش بوتون اللي لونه احمر ده نورمالي كلوزد. فاكت اكوردنج لكده تمام. يعني الهاردوير افترض دايما ان الستارت اخضر نورمالي اوبن والتاني احمر نورمالي كلوزد الهاردوير. انت عايز تحط، خليكم معايا يا باشمهندسين، انت بتقول عايز تستخدم التي 1 ده بيحمل حاله الاوتبوت بتاع التاير. يعني انت ممكن الكيو دي اصلا ما توصلهاش بحاجه وتيجي بعد كده تستخدم التي 1 اكنه الكيو. ماشي كده؟ في حد تاني كان هيسال؟ باشمهندسين عشان اسمع زميلكم لو سمحتوا. لا مش انا مش سامع برضه، مش سامع. معلش مش سامع. ستر ست ايه بقى؟ ايه اللي بعد ستر ست؟ الستر ست اللي هو البلوك الستر ست. بتتكلموا في الاجابه او كده؟ مفيش مشكله طالما انا ما قلتلكش استخدم عادي. ممكن تستخدم الستر ست بلوك. انتوا الستر ست خدتوه مع دكتور صقر مش كده؟ ماشي. لا يعني قصدي بصوا يا جماعه طالما كتبت لي حاجه هتشتغل اوكي. بس معلش برضه يمكن في كويز النهارده بالذات انا كاتب لكم في تيبل ايه الكومبوننتس اللي استخدموها. لو كنت قايل لك قبل كده اكتب برنامج وما قلتلكش ايه يبقى انت ممكن تستخدم اي ايه؟ تستخدم اي كومبوننت. تفرق ايه؟ لا متروكه ليه. يعني بصوا يا جماعه هنتفق اتفاق برضه عشان بس انت هتكتب. خدوا بالك الكويز عباره عن ايه؟ عباره عن ورقه وش وظهر. فالورقه اللي في الوش مشروح فيها البروسيس تمام والرسمه بتاعته، فما فيش مجال للكتابه في الاولى غير جدول انا حاططه لك تحت للانبوت والاوتبوت تمام. فخلينا نتفق الانبوت اللي انت هتكتبه بايدك هنا هو اللي تستخدمه في الرنجات اللي هتكتبها ورا هنا. طيب برضو نقطه ثانيه، يعني انا متخيل البرنامج اخره 3 4 رنج مثلا او 5 رنج بالكتير، فالناس اللي هي خطها كبير او الناس اللي هي بتكتب وهتشطب وكده اكتب في ورقه بره، وبعد كده عشان انا مش هديك ورقه ازيد من دي بس عشان يبقى متفقين. فلو انت عارف تكتب بالرصاص وكده وتقل يعني ده بس حته تنظيميه يعني. طيب خلينا بسرعه في دقيقتين احكي لكم البروسيس بتقول ايه. اوكي البروسيس بتقول ايه برضو عشان انا مش عايز حد ما يعرفش يبرمج او يكتب عشان ما فهمش البروسيس. يعني النهارده مش بختبركم في فهم البروسيس يعني.
هي الرسمه معاكم في الرسمه في الكويز، بس خليني اقرا معاكم. ماشي. الفيجر ده شوز اسيمي اوتوماتيك بوتل فيلينج ستيشن كنترولد باي بي ال سي، يعني دي ستيشن عشان نملى بيها ازايز وبواد، بس هي سيمي اوتوماتيك. هتفهموا ليه كلمه سيمي اوتوماتيك. ايتش بوتل از فيلد باي اماونت اوف سيرب، يعني بنملاه بمجموعه، بنملاه بكميه من محلول او ايه من سيرب. يعني اللوجيك بروجرام اوف ذا بي ال سي اس فولز، اوبريتور ستارتس باي بريسنج بوش بوتن بي 1، يعني هو بيجي كده يروح دايس على الستارت ده. تمام. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ لامب اتش 2 لايتس، لمبه اتش 2 بتنور، ان عمليه الملي بدات. يبقى هو بيدوس كده اللمبه دي تنور. اند لامب اتش 1 از اوف، يعني اللمبه الحمراء دي اللي مكتوب جنبها ستوب فيلينج لامب بتطفي. يعني لو افترضنا دي لمبه خضراء ودي لمبه حمراء، اول ما بتدوس ستارت اللمبه الخضراء بتنور واللمبه الحمراء لو كانت منوره بتطفي. اند كاونتر سي 1 از ست تو 0، يبقى في كاونتر في الموضوع بيصفر. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ if the tank is filled with syrup level switch LS1 is on. في هنا كده level switch اسمه LS1. لو السائل جوه مغطي LS1، يعني LS1 مديني اشاره، هو ده معنى كلمه if the tank is filled with syrup، يعني level switch LS1 is on. and if bottle exists under the tank position switch S2 is on. في هنا بوزيشن سويتش بيحس ان في بوتل موجوده ولا لا. فلو انت دوست ستارت اللمبه دي تنور ودي تطفي وكان الليمت سويتش ده متغطي يعني اون، وكان البوزيشن سنسور ده حاسس ان في بوتل موجوده، يحصل ايه؟ فيلينج ستارت، تبدا عمليه الملي عن طريق اوبننج سولينويد فالف اس في فور 20 سكند. تمام. يبقى العلبه او العبوه بتحتاج 20 ثانيه عشان تتملى. انزين اوبريتور موفز بوتل فور باكينج، هي دي حته المانيوال. اول ما بيخلص يروح هو شايل العبوه ويروح جايب عبوه ثانيه فاضيه حط. تمام. ما فيش سير ولا في اي حاجه. يعني بقول لكم مثال بسيط، هو واقف، هي بقى سيمي اوتوماتيك في القصه دي، هو واقف قدامه عبوات فاضيه والعبوات المليانه بياخدها على جنب، يجيب عبوه فاضيه يحطها، لو كونديشن متحقق اوتوماتيك الفالف تفتح تملى يخلص يجيب كده و... تمام. طيب يفضل يعمل القصه دي لغايه امتى؟ طبعا كاونتر سي 1 از انكريمنتد باي 1، اف كاونتر فاليو از ليس ذان 24 ذن كونتينيو فيا بليسنج ا نيو امتي بوتل، يعني هيفضل يعمل القصه دي طول ما وصلش ل 24 عبوه. اوكي. اف كاونتر سي 1 ريتشز 24 ذا فيلينج ستوبس اند لامب اتش 1 لايتس and lights H1 تنور، خلاص يعني توقف عملية الملي واللمبة H2 ايه تطفي. اوكي. لا الكاونتر ده كاونتر سوفت وير جوه جوه البي ال سي في البرنامج في البرمجة. لا بصوا يا جماعة باشمهندسين، الكاونتر بيعد كل ما تيجي تحط بوتل جديده يعني كل ما تتملي عبوه زود الكاونتر بواحد. تمام كده. تفضل تعمل القصه دي لغايه ما توصل 24، او تيجي في مره تجيب عبوه ده ما يكونش متغطي فالبروسيس بتقف ما تكملش. وقف لوحده. احنا ظبطينها باي ترايل اند ايرور ان 20 ثانيه كافيه انها تملي العبوه. عشان الكونديشنز تتحقق يشتغل 20 ثانية ويقف. لما تبقى يعني الستارت ده بيتداس عشان تانيشيت عملية ملي ال 24. لا لما تعد 24 تملى نمرة 24 توقف. يا جماعه بس ازاي انا بس الاول عايز اسالكم، عايز اتفق معاكم على حاجه. احنا عايزين الناس تتفرد على الايه؟ على المدرج كله. تمام. يعني عايز يبقى قاعد هنا 2 ماكسيمم وهنا 4 ماكسيمم. بعد